السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندنا واحد النموذج ديال امتحان موحد للمستوى السادس ابتدائي دورة فبراير 2022. هذا هو النموذج اللي غادي نخدمو عليه بالصفحة الموالية بطبيعة الحال. نبداو على بركة الله. أنشطة عددية، ضع وأنجز العملية التالية. إذا نضع العملية بشكل عمودي، زائد هنا عندنا هذه الوحدات 5 9 5 0 9 تصل 0 0 5. هنا نديرو فاصلة باش ما نتلفوش. 5 0 0 فاصلة تحت فاصلة، 9 زائد 5 14، كتبو 4 ونحتفظو بواحد. 9 زائد 9 18، زائد 1 19، نكتبو 9 ونحتفظو بواحد. 10 زائد 5 15، نحتفظو بواحد. 3 9 زائد 5 14، ونحتفظو بواحد. 2 و7. إذا نمشيو للعملية الموالية، عملية طرح 7,152,999 ناقص 99,957. شوفو 7 هنا و 5 هنا، 9 9 9. 9 ناقص 7 2، 9 ناقص 5 4، 9 ناقص 9 0، هنا 12 ناقص 9 3، نرد السلف. هنا 15 ناقص 10 5، رد السلف. 1 ناقص 1 0، وهنا 7. نمشي لعملية الضرب. 4,892 ضارب 2.4. 4 ضارب 2 8، 4 ضارب 9 36، نكتب 6 ونحتفظ ب3. 4 ضارب 8 32، و3 35، نكتب 5 ونحتفظ ب3. 4 ضارب 4 16، و3 19. نضع النقطة أو الفاصلة، عفوا النقطة أو الصفر. 2 في 2 4، 2 في 9 18، ونحتفظ بواحد. 2 في 8 16، و1 17، نحتفظ بواحد. 2 في 4 8، و1 9. 8 10 5 و8 13، 5 و8 10، هنا 6 6 و8 14، نحتفظ بواحد. 10 و7 17، نحتفظ بواحد. هنا 11. كم عندنا من رقم وراء الفاصلة؟ عندنا واحد هنا، هو نديرو فاصلة 8. واضح. نمشي السؤال رقم 2. أرتب الأعداد التالية ترتيبا تزايديا، من الأصغر إلى الأكبر. نشوفوا الأعداد، هنا عندنا من 3 أرقام، هنا 3 أرقام. إذا شكون الصغيرة؟ هي 510. شكون تابعها؟ 511. تابعها 50,005. تابعها هذه 5,800,015. 15 بيبقى لنا دابا هادو الجوج. جو لاحظوا هنا فصل المئات، فصل الآلاف، فصل الملايين، فصل الملايير. كذلك فصل المئات، فصل الآلاف، فصل الملايين، فصل الملايير. إذا الملايير متشابهين، فصل الملايين متشابهين، فصل الآلاف هنا عندنا 688، هنا 679. شكون أصغر؟ أصغر 679 من 688. إذن هذه نكتبوها هنا 5 ملايير
915 مليونا وستمائة وتسعة وسبعون ألف وخمسمائة وتسعة عشر. من بعد هذا آخر عدد، خمسة ملايير وتسعمائة وخمسة عشر مليونا وستمائة وثمان وثمانون ألف وخمسمائة وتسعة عشر. واضح؟ نجي القواسم، حدد القواسم 28 وقواسم العدد 12. نجي نكتبو هنا 28 ماذا تساوي؟ تساوي 1 ضرب 28 تساوي كذلك 2 ضرب 14 تساوي 4 ضرب 7 يعني 1 ضرب 28 2 ضرب 14 و 4 ضرب 7. إذن هذه القواسم نكتبوها هنا. نكتبو هنا القواسم تساوي هي 1 و2 و4 و7 و14 و28. نمشي القواسم لعدد 12. 12 تساوي 1 ضرب 12 تساوي 2 ضرب 6 تساوي 3 ضرب 4. إذا نكتبوها هنا هي 1 2 3 4 6 و12. واضح؟ نمشي للعملية الموالية، التمرين الموالي. كالكيلي لا فالور دو ا. الأ 2 على 3 تساوي ماذا؟ تساوي ا تساوي 2 على 3 زائد 1 على 6. اكتبوها هنا 2 على 3 زائد 1 على 6 ماذا تساوي؟ هنا 3 و6 عندهم علاقة، إذا ضربنا هذه في جوج إذا هذه نضربوها في جوج. هنا غنديرو هاد 1 على 6 نخلوها كيما هي. 2 في 6 2 في 2 4 و2 في 3 في 2 6. هنا عملية الجمع غنديرو 4 زائد 1 هي 5 على 6. إذا هذه عطاتنا 5 على 6 نكتبوها هنا 5 على 6. نحسبو الأخرى هي 2 على 3 ناقص 1 على 6 نفس الشيء. هنا ضربنا في 2 إذا هنا نضربو في 2 باش نوحدو المقامات. هنا 6 6 2 في 2 4 وهنا نحتافظو بواحد كيما هو تساوي. إذا 4 ناقص 1 3 على 6 عفوا 6 3 على 6 3 على 6 إذا مقسومة على 3 على 6. هنا في القسمة اش كنديرو؟ تساوي ماذا؟ تساوي هاد 5 على 6 مضروبة في 6 على 3 تساوي ماذا؟ 5 في 6 30 و6 في 3 18. إذن 30 على 18 نقدو نختازلو ب 30 مقسومة على 3 نقسمو على 3 و نقسمو على 3 تساوي 10 على 6. ونقدو نختازلو على 2 نقسمو على 2 و نقسمو على 2 تساوي 5 على 3. إذن هذا هو الخارج 5 على 3. مسألة 2. قسمت أستاذة محمد قطعا من الحلوى على زملائي بمناسبة عيد ميلادي، حيث قسمت كل قطعة على 4 أجزاء ويمثل كل جزء 1 على 4، علما أن عدد قطع الحلوى هو 6. ما هو عدد زملاء محمد في القسم؟ إذن هي أعطتهم الحلوى، قسمت كل قطعة على 4 أجزاء يعني غادي نديرو 4 في 6 4 ضرب 6 تساوي 24. إذن عدد زملاء محمد هو 24. واضح؟ نمشو للصفحة الموالية. أنشطة القياس، أحول حسب الوحدة المطلوبة. هنا عندنا المساحة
اذا غنجيبو جدول التحويلات ديال المساحه هو هذا، وغادي نحسبو 1.5 هكتومتر، هذا هو الهكتومتر، نكتبو 1 هنا وهنا 3 وهنا 5، وعندنا هنا 3500 متر مربع، متر مربع هو هنا، نكتبو 0.0 5 و3، ديرو عملية الجمع هنا 0.0 10 7 و1 كم تساوي من ديكامتر، نجيو للديكامتر ونديرو الفاصلة، يعني 170، هاد الأصفر هنا لا غاية منه، إذا 170 ديكامتر. واضح؟ عندنا هنا الكيلوغرام، نجيو ديال الكيلوغرام هو هذا، هنا عندنا 50 كيلوغرام، هنا 0 وهنا 5 خارج، نعتبروا أنني سديت هنا 50 خارج الكيلوغرام، هنا عندنا 10.7، إذا نكتبو هنا 0 وهنا 1 وهنا 7، كم تساوي من ديكاغرام، نجيو نكتبو 7.0 1.5، إذا هذا هو الديكاغرام، كتساوي 5107، 5107 ديكاغرام. نجيو هنا الجدول ديال الحجم، عندنا 2.3 متر، نكتبو هاد جوج، 2.5 متر، نكتبو هنا 2 وهنا 5، وهنا عندنا 85 ديسيمتر، ديسيمتر هو هنا، نكتبو هنا 5 وهنا 8 وهنا 4، نديرو عملية الجمع، 4 5 8 5، 2 كم تساوي ديالنا من سنتيمتر مكعب، ونكملو بالأصفار حتى السنتيمتر مكعب، عفوا مكانتش باينة ليكم، المهم نكملو بالأصفار حتى السنتيمتر مكعب، إذا هذا هو الخارج، نكتبوه هنا، ثمانية خمسة وأربعة أصفار، هنا عندنا الأطوال. إذا نرسمها هنا بسيطة، عندنا 7 الخانات، 1 2 3 4 5 6 و7، هنا عندنا الكيلومتر، الهكتومتر، الديكامتر، المتر، الديسيمتر، السنتيمتر، المليمتر. واضح؟ هنا عندنا 20 ديكامتر، هذا هو الديكامتر، نكتبو 0 هنا، 2 هنا، 0 و5، هذه 195 متر، هذا هو المتر، نكتبو 5 هنا، 9 هنا، 1 هنا، نديرو عملية الجمع، 5 5 9 3، طلبو منا الهكتومتر، إذا شحال كتساوي؟ 3.955، كتبوها هنا، 3.955 هكتومتر. اوكي، نمشيو للسؤال الموالي. ارادت فاطمه قياس طول النافذه باستعمال القلم الرصاص، طوله 18 سنتيمتر، فوجدت ان طول النافذه هو 6 مرات طول القلم، ما طول النافذه الذي وجدته فاطمه بالمتر؟ اذا مثلا فاطمه خدات هذا القلم ومشات للنافذه وبقات كتحسب، لقات هذا القلم 6 المرات بطول النافذه، اذا غادي نضربو 6 18، وهما طلبوا منا نحولوها للمتر. واضح؟ اذا هنا غتعطينا 108 سنتيمتر، وهاد 108 سنتيمتر نحولوها للمتر، ها هي السنتيمتر هو هنا، نكتبو 108، ها 0 8 0 1، 108 سنتيمتر كم تساوي من متر؟ تساوي 1.08، إذا 1.08 متر تساوي 1.08 متر. أوكي،
نمشيو للسؤال الموالي. أنشطة عددية، نعتبر الأشكال التالية. هنا عندنا مستطيل، هنا معين، هنا معين داخل مستطيل. إذن هنا عندنا غير المتر، ماشي المتر مربع، حيت هذا غير الأطوال ماشي مساحة. الشكل واحد، إذن أحسب مساحة الشكل واحد. هذا الشكل واحد هو المستطيل، إذن إس تساوي ماذا؟ دائما ندير القاعدة هي الأولى باش نبين أنني فاهم. هو إل في إل، يعني الطول في العرض، تساوي كنعوضو بالأرقام، هو إل في هي 10 ضارب 5، يعني إس تساوي 10 في 5 هي 50 متر مربع. هي 50 متر مربع. نجيب المعين، شنو هي مساحة المعين؟ هي إس تساوي دائما حفظوا القاعدة، دي كبيرة في دي صغيرة على 2. نعوضوا بالأعداد، إس تساوي دي كبيرة هي هذه 15 ضارب ماذا؟ ضارب هاد دي صغيرة هي 5، الكل مقسوم على 2، يعني إس تساوي 15 5 في 5 25، نحطها في دي باثنان، 5 × 1 = 2 = 7. إذن 75 على 2 تساوي ماذا؟ 37.5 متر مربع. ما ننسوش المساحة. نمشو للشكل ثلاثة، لأن يعني الشكل ثلاثة طلبوا منا مساحة الجزء، واستنتج مساحة الجزء الملون، يعني هذا نستنتجو من هاد الحسابات اللي درنا. إذا هذا غادي نقصو منو هذا باش يبقى لينا هاد الجزء، هذا نقصنا منو المعين غيبقى لينا هاد الشي اللي هنا. إذا شحال لقينا في المعين؟ لقينا 50 ناقص ماذا؟ بالحال لقينا هنا، لقينا هنا قلنا شحال؟ قلنا 37 ماشي 73، 37.5. إذا نقصنا منه 37.5 كم تساوي؟ تساوي 12.5 متر مربع. واضح. نمشي للسؤال التاسع، إنشاء زاوية ومنصفها. أنشئ الزاوية أ أو بي 130 درجة. إذا غادي نجيبو الأدوات باش غادي نرسمو الزاوية. إذا غادي نكتب، ندير واحد الخط هكذا، نجر هاد النقطة، نديرو نقادو يكون هنا عند الوسط. إذا نحسبو من قلوبة، إذا نحسبو من الصفر، من الصفر حتى 130، 0 × 10 = 130 هنا. إذا هذه هي كتساوي 130 درجة. واضح. إذا هاد الزاوية كتساوي 130 درجة، وهنا أ وهنا ب. دابا غادي نرسم المنصف، خاصنا البركة، كنشدو البركة، كناخدو واحد، ندير واحد العلامة هنا، نفسها نديروها هنا اتجاه آخر. من بعد كناخدو هذا، كنفتحو البركة شوية، نديرو هاك، نخلو البركة بنفس الفتحة، نديرو هاك. إذا أنا موصلتش هادي مزيان، نعاود نوصلها. إذا حنا حصلنا على واحد النقطة، إذا غادي نرسموها هكذا منصف. إذا هذا هو المنصف ديال الزاوية، هذا سميناه إي أو إي. واضح.
شنو تاني؟ صافي هذه الأسئلة. هنا في السؤال الأخير، جو تخاص إن دغوات بربون دي كولير على دغوات دي دي اي باسون باغ ا. إذا طلبوا منا نرسمو واحد عمودي، نطلبوا منا نرسمو خط مستقيم عمودي على هاد المستقيم دي اثنان، ويكون مر من ا. اذا غادي نستعملو كوس ونجيو هنا نديرو بحال هكا، نديرو هكا، نخلو هنا يكون دائما كيشكل زاوية قائمة. هنا خاصو يكون يشكل زاوية قائمة هكا، وحنا في نفس اللحظة ماشي نمرو من هاد النقطة هادي. إذن بحال شوية بحال هكا، القلم منجرش مزيان، نديرو هكا ومن بعد نكملو. إذن هذا هو المستقيم، إذن هذا هو المستقيم اللي يمر من أ، مستقيم على عمودي على الدي أو. إذن هذا هو المستقيم العمودي على الدي أو والمار من أ. إلى هنا نكون قد انهينا حصة اليوم، إلى حصة مقبلة بحول الله. شكرا على المشاهدة، بالتوفيق لجميع التلميذات والتلاميذ في الدراسة وفي امتحانات بصفة عامة.